الإعفاء بسبب ظاهري واضح هو أنهما لم يستطيعا القيام بما كان مطلوب منهما بالنسبة لإنجاز ما سمي بمشروع حسم منارة المتوسط، لكن أظن أنه هنا يضع أو نجد صحة ما قلته بالنسبة للكيل بمكيالين. هناك بعض القطاعات الحكومية التي هي كذلك لم تقوم بإنجاز ما كان مطلوبا منها. إذا أخذنا مثلا قطاع الفلاحة، إذا أخذنا قطاع التنمية القروية التابع للفلاحة، إذا أخذنا قطاع كذلك التجهيز، هذه كل أشياء لم نرى في الميدان ما تحقق بشكل واضح. ثم أكثر من هذا أو أخطر من هذا هو أن هذا البرنامج الذي سمي ببرنامج حسم منار المتوسط، نتساءل عن من وضعه، كيف وضع، ولماذا لم يكن رئيس الحكومة على علم به، ولم يكن حتى هذان الوزيرين أو على الأقل أحدهما غير موجود داخل أرض الوطن، وكان إذا كان هو واحد في مهمة في الخارج، لماذا سمح له أن يذهب إلى هذه المهمة دون أن يفكر الجميع في أنه من الضروري أن يحضر إلى توقيع هذه الاتفاقية؟ وعلمت كذلك من جهة أخرى أن حتى الأشخاص الذين وقعوا على هذه الاتفاقية، على الأقل الأمناء العامون للوزارات المختلفة معظمها، لم يكونوا على اطلاع بما وقعوا عليه، وجدوا أنفسهم محرجين، حيث كان صاحب الجلالة كرئيس الدولة وكملك حاضر، وطلب منهم أن يوقعوا على ورقة وكأنهم يوقعون على بياض. فأظن أنها كان هناك خلل يبدو لي. هل هو خلل أم هو من البداية سعي في التوريط؟ يعني ما معنى أن يوقع وزير أو مسؤول يعني على عن شيء؟ لا أريد أن أقوم بتقديم حكم قيمة، لأنني ما عنديش المعطيات كاملة، ولكن هذا واقع. على الأقل هذا خلل بالنسبة للتدبير الشأن الوطني الهام مثل هذا الأمر هذا. إضافة إلى هذا نعلم أن ما حدث في الحسيمة من حراك كما نقول يحدث في مناطق أخرى، ولا بد أن نتساءل أليس هناك من برامج لم تتحقق في عدد كبير من هذه المناطق؟ هل تحقق مثلا ما وعد به سكان سيدي إفني قبل سنة ونصف أو أزيد من سنة ونصف؟ هل تحقق ما وعد به سكان جرادة منذ حكومة التناوب التوافقي؟ هل وعد به كل المواطنين الذين ينتظرون تحسين لأوضاعهم؟ ثم كيف يمكن أن نتصور وضع مثل هذه البرامج دون إشراك السكان في وضعها؟ والدستور واضح في هذا الباب، الدستور يفرض على أي كان أن يستشير مع المواطنين والمواطنات في كل ما يهم حالهم ومستقبلهم. فهذا موضوع خطير في حد ذاته، خطير ليس بالمفهوم السلبي للكلمة بل بالمفهوم الإيجابي، أي أنه موضوع ثقيل في ميزان تدبير الشأن العمومي. من قدمها بعد أولا، وعلى أي أساس وضعت، وكيف حصلت الدراسات الانعكاسات التي هي متصلة بأي مشروع نريد أن نفعله؟ لابد أن تقوم هناك دراسة
لما يسمى بالفرنسي بالامباكت او لي زامباكت، اي الانعكاسات الايجابيه والسلبيه لاي مشروع، حتى يكون الجميع على علم بهذه الاشياء. هذا لم يحصل معكم للاسف، ولا بد ان نتساءل من اتخذ المبادره لوضع مثل هذه البرامج. البرامج اذا كانت هذه البرامج وضعت ولم تنفذ لا في سي دي اف ني ولا في جردة، والان هذا ريزامباكت ولا ديال عدم تنفيذ هاد المشاريع في جردة وفي سي دي اف ني وفي مناطق عديده في زاكورا وفي مناطق كثيره في المغرب، ولكن ما كنشوفوش انه تمت محاسبه سواء لا من وضع ولا من لم ينفذ. وهل يعني انا هذاك تطرح واحد السؤال، هل كانت مشروع منارات المتوسط فرصة لتصفية حسابات سياسية؟ هذا وارد، هذا وارد. نعم وارد، لأنه أنا قلت بأن كان هناك كيد بمكيالين. لماذا مثلا ما لم يتحقق بشكل ملموس، ماشي فقط غير بالكلام ولكن أشياء ملموسة، لا بالنسبة لقطاع الفلاحة والتنمية القروية ولا بالنسبة لتجهيز، على الأقل أخذ هذين المثالين. فلما نفهم أين وصلنا مثلا من الطريق الذي يجب أن يربط بين تازة والحسيمة، أين وصلنا في مشاريع تهم تطوير الحياة القروية لعدد من سكان هذه المناطق، فكل هذا مطروح واحد الحدة، والأسئلة ستأتي من دون شك على الصحفيين أولا وعلى المؤرخين أن يأتوا بالأجوبة في الوقت الملائم.